السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج. رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذا اللقاء في مدينة المدام مع هذا الجمع الطيب المبارك ومع هذه الليالي الزاكيات من ليالي رمضان. أسأل الله تعالى كما بلغنا وإياكم شهر رمضان أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. إخواني وأخواتي، كما لا يخفى عليكم، عنوان هذه المحاضرة رسالة إلى مهموم. هذه الدنيا أيها الإخوة والأخوات ليست بدار خلود ولا بدار إقامة دائمة، وإنما هي دار ممر وليست بدار مقر. الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل. هذه الدنيا دار أعراض وأمراض ودار أزمات ونكبات. خلقت هذه الدنيا هكذا كما أراد الله جل وعلا، بخلاف الجنة. يقول الله تعالى عن الجنة: إن لك فيها ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ويقول جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ويقول جل وعلا: أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. أما الدنيا فيقول الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ويقول جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولذلك الدنيا دار غموم وهموم ودار أعراض وأمراض، فلا تسلم لأحد، ولو سلم منها أحد لسلم منها أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام أوذي في الله إيذاء شديدا، وهذا إبراهيم يحرق بالنار والله تعالى نجاه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا موسى عليه الصلاة والسلام من أعاظم أنبياء بني إسرائيل، أوذي إيذاء شديدا. هذا عيسى بن مريم، هذا أيوب، وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم صفوة الخلق وأفضل الخلق وخلاصة الخلق، ومع ذلك ابتلوا في هذه الدنيا. وأعظم الناس بلاء، بل وأعظم الأنبياء ابتلاء، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أوذي إيذاء شديدا، واستعمل المشركون جميع أنواع وأدوات الإيذاء في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله يكشف لنا بأن هذه الدنيا في واقع الأمر لا تسلم لأحد، لا تسلم لأحد. هكذا هي الدنيا، هكذا هي الدنيا. ولذلك الله جل وعلا يبتلي عباده، قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ويقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هكذا هي الدنيا دار ابتلاء، والابتلاءات أنواع، فمن الناس من يبتلى بمرض في بدنه، ومن الناس من يبتلى بمرض في عقله، ومن الناس من يبتلى برزقه فيكون فقيرا، ومن الناس من يبتلى بأهله، يبتلى الرجل بامرأته وتبتلى المرأة بزوجها، من الناس من يبتلى بمديره في العمل، ومن الناس من يبتلى بموظف عنده في العمل وهو رئيس عليه، من الناس من يبتلى بجار نسأل الله العافية والسلامة، من الناس من يبتلى بما لا يكن بالحسبان. ولذلك هذه الدنيا هي هكذا خلقها الله عز وجل، وهي دار أعراض وأنكاد لا تصفو أبدا لأحد، خلقت طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري، متطلب في الماء جذوة ناري. بالنسبة لهذه الهموم والأحزان والغموم والأشياء التي تعرض للإنسان في حياته، الناس فيها على قسمين: قسم يتعامل معها تعاملا إيمانيا، يفسرها تفسيرا إيمانيا، وقسم لا يتحمل مثل هذه الهموم والأحزان وهذه الغموم، وربما لجأ إلى طرق غير شرعية، أو ربما انفلتت من عذبة لسانه كلمة تسخط الذي على العرش استوى جل وعلا، أو يبقى حبيسا وأسير الحزن والهم والغم والنكد طوال حياته. أما المؤمن فيختلف اختلافا كبيرا حينما يتعامل مع هذه الأشياء تعاملا إيمانيا. ولذلك محاضرتي هي رسالة إلى كل مهموم، كل مهموم. كما ذكرت قبل قليل، الهموم كثيرة والمشاكل عديدة والأحزان متنوعة، ولا يسلم من ذلك أحد، لا يسلم من ذلك أحد. ربما رأيت الرجل أعطاه الله بسطة في الجسم ونضارة في الوجه وجمالا، ولكنه يخفي خلف هذا الجمال وخلف هذه العافية يخفي أحزانا وهموما وغموما لا يعلم قدرها إلا الله جل وعلا وتقدس. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، المسلم يتعامل مع هذه الهموم ومع هذه الأحزان وفق الخطوات التالية: أولا، مما يخفف وطأة الحزن، ومما يخفف حرارة الهم ويذهبها بإذن الله جل وعلا، الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن تعلم بأن الله جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديرا. متى؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام خلق هذا يكون غنيا، وهذا يكون فقيرا، وهذا يكون صحيحا، وهذا يكون مريضا، وهذا يكون كذا، وهذا يكون كذا. خلق الله جل وعلا كل شيء. إذن لماذا الحزن؟ ولماذا الهم وأنت عبد من عبيد الله عز وجل؟ خلقك الله فقدر حياتك تقديرا. قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. قال جل وعلا: وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. ولذلك ما من حركة ولا سكون في هذا الكون إلا وهو بقدر الله جل وعلا. فالإيمان بالقدر يطفئ جمرة الحزن، ويقتلع هذا الهم وهذا الحزن الذي دخل إلى نفسك حينما تعلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير. ولذلك أول دواء وأول علاج للهم والحزن والكرب والغم هو الإيمان بالقدر. هذا الذي يجب على كل مسلم، أن يعلم بأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء، قدر كل شيء، كما قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. الأمر الثاني إخواني وأخواتي، أن جميع ما يعترض حياة الإنسان مما يسبب له الغم والهم والحزن
لا بد للإنسان أن يعلم بأن الله تعالى له الحكمة البالغة في ذلك. فكم من إنسان قصد شيئا يظن فيه سعادته فكان فيه حتفه وهلاكه. ولذلك الله جل وعلا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك الإنسان إذا صرف عن أمر محبوب يرى بأن فيه سعادته فليقل الحمد لله. لماذا؟ لأن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه. فالله جل وعلا صرفه عن أمر ربما كان فيه تعاسته الدائمة وحزنه المستمر. أي حدث من هذه الأحداث التي تعترض حياتك وتعترض حياتك وتقف عقبة في الوصول إلى مرادك تفسرها تفسيرا إيمانيا. وفي كتاب الله عز وجل من القصص والآيات الشيء العجيب في قصة موسى مع الخضر في سورة الكهف، حينما قتل الخضر الغلام، لا شك بأن قتل مثل هذا الغلام البريء ذي النفس الزكية لا شك بأنه فظيعة، أمر فظيع وأمر خطير، جعل موسى عليه الصلاة والسلام ينتفض ويغضب ويقول: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا نكرا. لكن في نهاية القصة فسر الخضر عليه السلام وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، فسر هذا القتل بماذا؟ بمصلحة عظيمة لا يدركها الأبوان. قال: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يوجد من الناس من يموت له ولد فيبقى حبيس الحزن أسير الهم طوال حياته وما يدري بأن هذا الولد الآن بين يدي أرحم الراحمين. ربما بقاؤه لو بقي كان شرا على نفسه وعلى والديه. فلله الحكمة البالغة، يقضي ربنا جل وعلا ما يشاء ويخلق ما يشاء ويختار ما يشاء سبحانه وتعالى. ربما مات الطفل قبل البلوغ فهو في الجنة كما بينت النصوص الشرعية، وربما أيضا هذا الولد لو بقي ربما شقي به الوالدان كما هي حال كثير من الناس. فهنا يأتي دور الإيمان، الإيمان والرضا، الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء. هكذا يكون الإنسان يتعامل مع هذه الأشياء. علي ابن أبي طالب رضي الله عنه نظر إلى عدي بن حاتم وكان كئيبا فقال: ما هذا؟ يقول: ما هذه الكآبة؟ قال: كيف لا أحزن وقد فقدت ولدي وذهبت عيني؟ فقال: يا عدي، القدر ماض، فإما أن تؤجر عليه وإما أن تؤزر، فإذا صبرت ورضيت أجرت، لأن قدر الله ماض ماض، وإذا لم تصبر وجزعت فأنت لا تؤجر، فتجمع على نفسك مصيبتين: فقد الأولاد وذهاب العين وفوات الأجر. ولذلك المؤمن يحتبل مثل هذه الأحداث وهذه الابتلاءات فيستثمرها بالرضا عن الله جل وعلا حتى يؤجر على ذلك، لأن قدر الله نافذ فيه لا محالة، نافذ فيه لا محالة. أمر آخر، المؤمن المهموم والمؤمن المهمومة، المؤمن المغموم والمؤمن المغمومة يستثمرون مثل هذه الابتلاءات في التقرب إلى الله جل وعلا. هذه الابتلاءات يعدونها شرارة قادحة للانطلاق في فضاء الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لا كحال بعض المغموسين المرذولين الذين بدل ما يلجأوا إلى الله جل وعلا يلجأون إلى المحرمات للتنفيس عن الكروبات، هكذا يعتقدون. أما المؤمن فلا، المؤمن يجعل من هذه البلية ومن هذه المصيبة ومن هذا الحزن شرارة قادحة للانطلاق في فضاء الطاعات والعبادات والتقرب إلى رب الأرض والسماوات. ولذلك يلوم نفسه ويتهم ذاته
ويقول لعل هذا بسبب ذنبي أو خطيئتي، لعلي قصرت في طاعة أو وقعت في معصية فأدبني الله عز وجل بهذا الهم أو بهذا الغم، فيستثمر هذا في طاعة الله عز وجل وفي التقرب إليه سبحانه وتعالى. هكذا أهل الإيمان. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم حينما يبتلون يزدادون عبادة وطاعة وقرب إلى الله جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فالله جل وعلا أخبرهم بأن هذا بسبب ما حصل منهم في معركة أحد، ثم عادوا إلى الله متنسكين متألهين متعبدين يتقربون إلى الله جل وعلا. هكذا يكون المؤمن. أمر آخر مما يدفع المهموم والمغموم حال كربته هو كثرة ذكر الله عز وجل. فذكر الله جل وعلا دواء، ذكر الله بلسم، ذكر الله شفاء بإذن الله جل وعلا. يقول تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا ابتلي الإنسان لجأ إلى الله وذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك امتدح الله جل وعلا الذاكرين له سبحانه، قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والله جل وعلا أمر بالإكثار من ذكره وما جعل لذلك حدا، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولذلك ذكر الله جل وعلا بلسم ودواء وشفاء بإذن الله لأصحاب الصدور الحزينة والقلوب الضيقة، لأصحاب الكربات والأزمات يذكرون الله جل وعلا. وحينما يستقر ذكر الله على عرش قلوبهم ينفسح الصدر بالإيمان بإذن الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، في صحته وفي مرضه وفي سلمه وفي حربه وفي ضعنه وفي إقامته وفي خلوته وفي جلوته، ما كان يفتر لسانه عن ذكر الله، لسانه مرطب بذكر الله جل وعلا. الأمر الآخر المهموم والمغموم إذا وقع في الهم أو الغم يلجأ إلى الصلاة، يلجأ إلى الصلاة. قال جل وعلا: ولذكر الله أكبر. قال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كان إذا حزبه أمر يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة، فيلجأ إلى الصلاة. عجيب أمر بعض الناس الذين يصابون بأزمات أو بهموم وغموم، يلجأ يفر عن ذكر الله، يفر عن الصلاة، يهرب عن بيت الله عز وجل، ويذهب ربما قضى وقتا في أمور قد يكون ضرها أقرب من نفعها، بل قد ينغمس في المحرمات، يذهب يقول حتى أنسى، فيتعاطى المخدرات أو يشرب المسكرات، يقول حتى أنسى همي وغمي. لا إله إلا الله، ما تزيدك هذه إلا غما وهما وحزنا وقربا من الشيطان وبعدا عن الرحمن. أما المؤمن فهو يلجأ إلى الصلاة: أرحنا بها يا بلال. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، الصلاة نور جعله الله عز وجل لأهل الإيمان. كذلك المهموم والمغموم عليه أن يكون متصدقا منفقا، وأن تسيل يده بالعطاء، لأن الصدقة لها أثر عظيم، أثر عظيم. جاء في السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة. ولا يخفاكم بأن الأمراض نوعان: أمراض عضوية وأمراض نفسية روحية. أما الأمراض العضوية فهي معروفة، وأما الأمراض النفسية الروحية فمنها الغموم والهموم والأحزان. داووها بالصدقة، تصدق على ذي حاجة، على فقير أو على فقيرة، أو على مسكين أو مسكينة، أو على مسحوق أو مسحوقة، فإن هذه الصدقة لها أثر عظيم بإذن الله جل وعلا. شكى صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أجد ضيقا في صدري، يعني يشكو وحشة في صدره، ضيق في صدره ما يعرف ما هو السبب.
فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. هذا دواء لمن ضاق صدره، هذا دواء لمن ابتلي بالهم والغم والحزن، هذا دواء لمن ابتلي بالأمراض. أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. كذلك يقول المهموم والمغموم: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنا لله وإنا إليه راجعون، كلمة مفعمة ومشبعة بتوحيد الله عز وجل، كلمة مليئة بتقديس وتمجيد ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، كلمة من تأملها أظهر ذل عبوديته أمام عز ربوبية الله عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، نحن من الله وإلى الله، وأن له الرجعة سبحانه وتعالى، فهو الملك ونحن العبيد، هو السيد ونحن الموالي، هو الذي خلقنا ويفعل بنا ما يشاء سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، هكذا يقول المبتلى والمهموم والحزين. أمر آخر لا بأس أن يمارس المهموم والمغموم أمورا غير شرعية لكنها مباحة، تدخل في دائرة المباح، من ذلك ممارسة الرياضة مثلا أو المشي. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قالت له عائشة: ما أشد يوم مر عليك؟ فذكر لها قصة من قصص حياته المليئة بالأحداث، وهي ضمن سلسلة أحداث حياته، لما عرض نفسه على بني عبد كلال بن ياليل، عرض فآذوه إيذاء شديدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهمت على وجهي فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب، إلا وأنا بقرن الثعالب، مسافة تقريبا 30 كيلو متر من مكة، من عند المسجد الحرام إلى ذلك المكان. أخذ من هذا بعض العلماء أن الإنسان ممكن أن يمارس المشي أو الرياضة، فإنها سبب من أسباب تخفيف هذا الحزن وتخفيف هذا الهم الذي يقع على الإنسان. إخواني وأخواتي، بالنسبة لهذه المصائب ولهذه الأحزان فيها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات لا يمكن أبدا أن يدركها إلا من وقف على قنطرة التسليم لله عز وجل، إلا من آمن بالقدر، إلا من عرف حقيقة هذه الدنيا، وأن هذه الدنيا في واقع الأمر إنما خلقت هكذا وطبعت هكذا. أول هذه الفوائد التي يجنيها أصحاب الأحزان والهموم والغموم، أولها الأجر من الله سبحانه وتعالى وتكفير السيئات، وهذه الابتلاءات علامة على محبة الله جل وعلا. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا أصاب منه، وجاء في لفظ: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ابتلاه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل، وإذا أحب الله عبدا أصاب منه. نعم، هذه الابتلاءات دليل على محبة الله عز وجل. الأمر الثاني تكفير السيئات وإذهاب الخطايا والذنوب، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم، ضع ولا هم بين قوسين، ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه، إلا كفر الله عنه بها خطاياه.
كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل العافية ليتمنون ما عليه أهل البلاء حينما يرونهم يوم القيامة ليس عليهم خطيئة، لأن الله تعالى يكفر الذنوب والخطايا بالنسبة لمن ابتلي في هذه الدنيا بهذه الابتلاءات. الأمر الثاني إخواني وأخواتي، من فوائد هذه الابتلاءات، وهذا تفسير أهل الإيمان، أن الإنسان يعود باللائم على نفسه ويحاول أن يصحح مسار حياته، وهذا ليس عيبا، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يهضمون من حق أنفسهم، الصحابة الكرام كانوا يتهمون أنفسهم. هذا العملاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة بن اليمان: ناشدتك الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا أبدا. عمر أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة، عمر أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى له قصرا في الجنة، ومع ذلك كان يتهم نفسه ويعود باللائمة على نفسه ويهضم حق ذاته. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. والمعنى أن الإنسان إذا ابتلي ببلية أو وقع في حزن لابد أن يصحح مسار حياته، لابد أن يلوم نفسه، لابد أن يحاسب ذاته. هكذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم، إذا عثرت دابته مثلا، إذا وجد سوء خلق في زوجته إذا عاد للبيت قال: هذا بسبب ذنبي، ارتكبت ذنبا فعاقبني الله. كيف بعض الناس يقع في الأمور العظيمات وإذا ابتلي ببلية يقول: أن هذا من وين جاني هذا؟ وهو يقصر، ربما فاتته صلاة الفجر أو ينام عن صلاة الفجر أو لا يتعاهد القرآن، أو ربما وقع في الغيبة والنميمة، وربما وقع في الحرام، ومع ذلك يقول أن هذا، اتهم نفسك. ولذلك الابتلاءات في واقع الأمر هي غربلة للإنسان، هي نخل للإنسان حتى يخرج منها سليما معافى بإذن الله جل وعلا. كذلك إخواني وأخواتي، هذه الابتلاءات في واقع الأمر هي اختبار من الله عز وجل، ولذلك يظهر الاختبار، يظهر النجاح من الرسوب في كيفية تعاملك مع هذه الابتلاءات والهموم والأحزان. فإذا حمدت الله وآمنت بقدره ورضيت بقضائه فأنت فائز بحول الله، أما إذا جزعت وتضجرت وقلت الهجر أو انفلتت من لسانك كلمات تغضب الله عز وجل فقد رسبت في الامتحان. هذه هي الدنيا. ولذلك الإنسان كما ذكرت قبل قليل قول الله عز وجل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فأنت في ساحة اختبار وفي قاعة امتحان، ابتلاك الله عز وجل حتى يرى أنت راض عن الله أم لا. طبيعة الناس يرضون عن الله متى؟ في الغالب وقت الغنى والصحة والعافية. تشوفون الناس الآن في حالة الرخاء والصحة والعافية والوظيفة وكذا، يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، لكن في الابتلاءات ينكشفون، في الابتلاءات ينكشفون. شخص الآن له 2-3-4 يبحث عن عمل ما وجد، طيب بعد ذلك ماذا يقول؟ منهم من يسخط والعياذ بالله، ومنهم من يقول الحمد لله هذا قدر الله، خبأ الله عز وجل لي الرزق لكن ما أدري أين، لأن الله تعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولذلك الإنسان الذي يريد أن يختبر حقيقة رضاه الذي هو من أعظم مقامات العبودية لله عز وجل في حال الابتلاء، في حال الابتلاء هنا الامتحان، هنا الاختبار، هنا التمحيص، هنا يظهر حقيقة رضاك عن الله عز وجل. أما في حال الغنى والرضا والصحة والعافية يستوي الناس جميعا، الناس جميعهم يستوون في هذا، لكن متى تظهر حقائقهم؟ متى يظهر الذهب الصحيح من المغشوش؟ في وقت الامتحان، في وقت الابتلاء،
في مثل هذه الأوقات. أمر آخر أن هذه الابتلاءات أيضا تظهر جانب القناعة عند الإنسان، ولذلك تجد المؤمن الذي يبتلى بالفقر أو يبتلى بالمرض أو بفقد الحبيب أو بوقوع مرهوب أو بحصول ما يدعو إلى الحزن والهم، هنا تجد بعض الناس يقول الحمد لله الحمد لله، راض عن ربه جل وعلا، قنوع بما آتاه الله سبحانه وتعالى. لأن من أعظم ما يمنحه الإنسان ويهبه، من أعظم ما يمنحه الله عز وجل للإنسان ويهبه له القناعة. القناعة ما هي؟ القناعة أن تعلم بأن الله عز وجل هو الذي بيده الأمور، وهو الذي يوزع الأرزاق، وهو الذي يعطي الأشياء جل وعلا، وتعلم بأن هذا نصيبك وهذا قدرك وهذا الذي لك، هذا الذي لك. هذه القناعة. في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة وقد أوصاه بخمس منها: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. شوف بعض الناس الآن يعيش حالة من الهم والحزن، لا يعاني مرض ولا يعاني فقر ولا يعاني كذا. ماذا يعاني؟ يعاني عدم قناعة، لديه فقر في القناعة. يشوف مثلا يقول والله فلان أحسن مرتبة مني فيبقى حزين، فلان عنده سيارة أفضل مني عنده سياره، فلان عنده فيلا أفضل من بيتي، فلان عنده كذا وكذا، فعينه لا تشبع ونفسه لا تقنع، ولذلك هذا فقير في واقع الأمر. لأن القناعة كنز لا يفنى، كما قيل في الحكمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. أخذ منها الشافعي فقال: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، أنت ومالك الدنيا سواء. هذه الابتلاءات تظهر قناعتك، ولذلك ممكن للإنسان أن يخرج منها فيكون قنوعا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قدر هذه الأشياء وأعطى كل إنسان نصيبه في هذه الدنيا. ومن الناس من لا ينفع معه إلا الفقر، ولو اغتنى لطغى، لو اغتنى لطغى، ما ينفع معه إلا الفقر. أما قرأتم قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. نسأل الله العافية. عاهد الله: إذا آتيتني يا رب من فضلك وأغنيتني لأكونن من المتصدقين الصالحين. فلما أغناه الله تولى والعياذ بالله، وابتلاه الله بمرض النفاق نعوذ بالله. ولذلك من الناس ما يصلح معه إلا الفقر فيقول الحمد لله، لأنه لو اغتنى طغى. ومن الناس من لا يصلح معه إلا الغنى، لأنه لو افتقر كفر والعياذ بالله. هذا خلق الله عز وجل. فالإنسان يقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى، ولذلك القناعة كنز لا يفنى. أمر آخر، الإنسان لما يبتلى، المؤمن سبحان الله العظيم يختلف عن غيره. المؤمن لا يقف عند هذه البلوى ولا يجعل حياته كلها بهذه المصيبة، وإنما ينتقل بروحه وبقلبه وبفكره إلى نعم الله عز وجل الكثير، فيعددها فتتقزم هذه المصيبة وتضمحل هذه الكارثة حتى تصبح لا شيء. هكذا المؤمن. أما غير المؤمن لا، يجعل حياته كلها حول هذه المصيبة فينسى نعم الله. والله جل وعلا يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المؤمن لما يبتلى ببلية ما يقف عندها، وإنما ينظر إلى كثرة نعم الله. أذكر مرة وأنا نازل في المصعد وجدت جار لي
صاحب شركة، وإذا به قد ألقى بنفسه على يعني الجزء المصعد وسلمت ولم ينتبه لي، فرأيت عليه الكآبة والحزن ورأيت عليه الهم والغم. خير يا أبو محمد؟ قال والله أنا فلست، الشركة أفلست وكذا وكذا. طبيعي، أنا ما لا نكون مثاليين بدرجة يعني كافية، يحزن الإنسان، لكن أن يكون بهذا المستوى صعب صعب، هذا يدل على قلة الإيمان. فقلت له خير إن شاء الله، قال لي كذا وكذا. قلت أهم شيء دينك ما راح، إسلامك وإيمانك؟ قال لا الحمد لله. فقلت له صلاتك إن شاء الله ما راحت؟ قال لا الحمد لله أصلي. فذكرت ببعض الأشياء، انتبه وانتعش. هكذا ينبغي لنا إذا وقعنا في مصيبة وقعنا في هم أننا ننظر إلى نعم الله. ما في أعظم من نعمة الإسلام، ما في أعظم من نعمة الإيمان، ما في أعظم من نعمة الهداية والاستقامة إلى دين الله عز وجل. والله إن جميع النعم لو وضعتها في كفة ونعمة الهداية الإسلام لرجحت هذه النعمة العظيمة. تذهب الأموال وتذهب الدنيا على أن يفوز الإنسان بهذا الدين الذي ينجو به عند الله رب العالمين. هكذا ينبغي للمسلم أن يتعامل مع هذه الأحداث. الحديث مع هذه الوجوه الطيبة لا يمل ولا يشعر الإنسان بمرور الوقت. لكن حسبي من الكلام ما ذكرت من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حامدا شاكرا لربي على هذا اللقاء، مصليا على حبيبه وخاتم رسله صلى الله عليه وسلم، كذلك مجزلا الشكر للشيخ محمد بن معوض وأيضا لرئيس المجلس البلدي ومدير البلدية وجميع الإخوة المنظمين الكوكب العاملة في هذه المدينة الرائعة والجميلة بجمال أهلها وبطيب أهلها. أسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم هنا في الدنيا على طاعته يجمعنا وإياكم في الجنة في دار كرامته. اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.